البوسفورة ثلاث طن. دائما ما يبدو الأمر مستحيلا حتى يحدث. نيلسون مانديلا. اللغة والكسل. أنا دائما ببدأ كتير بس بكسل بسرعة قوي. أنا بجد بقيت محبط جدا. أصلا ما كنتش في مدرسة لغات. أصلا مش بعرف أحفظ واللغة فيها حفظ كتير قوي. مبررات مبررات مبررات. لو الصوت ده بتسمعه جواك، لو انت فعلا بتعمل كده، اعرف ان دي مبررات عقلك بينتجها عشان يعلقها على شماعة اعذارك ومبرراتك. اقنع عقلك انك مش محتاج الشماعة دي تاني. معاكم وعد عصام عبد اللطيف من مصر ام الدنيا. النهاردة التحدي كان تحدي بالنسبة لي انا شخصيا، وهو ازاي اني اقدر اكسر شماعة اعذاري ومبرراتي واتعلم الانجليش بطريقة صحيحة وبسيطة. حاليا انا English instructor certified from the American University for professional students and Cambridge University. If it's important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. لو مهم بالنسبة لك هتلاقي طريقة، ولو مش مهم هتلاقي عذر. في حوالي اكتر من 7000 لغة منطوقة حول العالم. تخيلوا ان احنا عندنا لغة واحدة بس وعندنا صعوبة في نطقها. شارلمان الامبراطور الثاني المقدس قال انك تمتلك لغة تانية انك تمتلك روح تانية. اللغة قوة. الفكرة ببساطة انك تستمتع بالطريق، انك تستمتع بالرحلة، انك فعلا وانت رايح تتعلم ما تبقاش كاره الموضوع وتقنع نفسك ان الموضوع صعب وان الانجليش صعب واني مش هعرف اتعلم. النهاردة ان شاء الله الموضوع هيكون مختلف معانا وبسيط ومميز جدا. تعالوا بينا يلا نبدأ الرحلة. اول حاجة هنبدأ بالبرونسيشن. هقولك ليه، علشان البرونسيشن ده اكتر حاجة بتدي للطالب ثقة في نفسه لما يبدأها. طيب احنا من البداية خالص بنتعلم A, P, C, D، لكن اللي احنا المفروض نتعلمه فعلا هو الساونس، يعني صوت كل حرف. A, B, K, D, E, F, G, H، اوكي الى اخره. تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نتعلم التانج تويستر. تانج تويستر دي الطريقة اللي احنا بنثبت بيها مخرج كل حرف. واحنا عندنا في العربي كنا بنلعب بحاجة كده او مقطوعة واحنا صغيرين ونقعد نتسابق ونشوف مين هينطقها صح. ادنبنا في انور منور وادنب انور في منورنا، كنا بنقعد نتسابق ونضحك على بعض ونشوف مين اللي هيقولها. لكن لما كبرنا اكتشفنا ان هي اصلا ما كانتش للضحك والهزار، هي علشان تقيس مدى تركيزك وسرعتك ان انت فعلا تنطق الحرف من مخرجه الصحيح. عندنا في الانجليش بقى tongue twister. Peter Piper picked a peak of pickled paper. If Peter Piper picked a peak of pickled paper, where is the peak of pickled paper that Peter Piper picked? ايه اللي انت بتقولي ده؟ ده حاجة حلوة قوي اسمها tongue twister، ودي اكتر حاجة واكتر طريقة بتخلينا ان احنا فعلا نتعلم اللغة صح. يعني مثلا في tongue twister المقطوعة الصغيرة دي احنا بنقدر ان احنا نتدرب على حرف الـ والـ والـ R. الساونس بتاع حرف الـ والـ والـ R. يبقى احنا كده لو فضلنا كل يوم ناخد تانج تويستر واحدة بس، تخيلوا في فترة قليلة جدا هنقدر ان احنا نظبط مخارج الحروف بتاعتنا جدا. تعالوا بقى ناخد the rules of the American accent، يعني ازاي نبدأ نتعلم قواعد اللهجة الامريكية عشان نتكلم like a native speaker. وفي نفس الوقت ما تنساش ان انت تتعلم how to think in English. طيب ازاي اقدر افكر بالعربي، ازاي اقدر افكر بالانجليش بدل ما انا بفكر اصلا بالعربي. طيب كل يوم وانت نازل الصبح رايح الكلية او رايح الشغل او ايا يكن، شوف كل الحاجات اللي انت بتشوفها حواليك من اول ما تصحى الصبح من النوم لحد ما ترجع تاني، واكتبها في قاموس صغير حطه في جيبك كل يوم، وابدأ ان انت practicing كل يوم الانجليش والكلمات اللي انت بتحفظها دي يوم ورا التاني ورا التاني ورا التاني. هتلاقي نفسك بعد فترة قليلة جدا الكلمات دي بقت بالنسبة لك اصلا ثابتة جواك بالانجليش. لما تتحط في اي موقف هتنطقها بالانجليش مش بالعربي. بس ما تنساش انك لازم تستمر ان انت تبراكتسن الانجليش مع كل اللي حواليك. فاضل ملحوظة صغيرة قوي وهي بخصوص الكلمات او الحصيلة اللغوية. طيب تخيلوا ان احنا عندنا تقريبا في اللغة الانجليزية حوالي 750 الف كلمة بس، ولسه في ناس معتقدين ومقتنعين ان تعلم اللغة مستحيل. طيب ازاي؟ علشان احنا بنحفظ الكلمات، لكن اللي احنا المفروض نعمله فعلا نفهم الكلمات. يعني مثلا بجيب كلمة عندي بالانجلش وهي مثلا كلمة افرد، بجيبها بحطها في جملة او بفهم معناها ايه اصلا in English. يعني مثلا when someone افرد they feel fear. when someone افرد they feel fear. يعني شخص خائف
معناها ايه؟ بيشعر بالخوف. طيب انا لو نسيت افريد اكيد هفتكر feel fear، وبفضل احطهم في examples بقى كتير لحد ما كل الجمل دي تثبت دايما جوايا بالانجلش، وكل الكلمات هتفضل معايا في اي موقف، سواء بقى اتعاملت في مطعم، اتعاملت في بنك، ايا كان. نبدا نحفظ كل حاجه وكل مكان بنروحه كل يوم. عايزه اقول لكم ملحوظه مهمه جدا، وهي ان معظم الناس اصلا بتفتكر ان هي معقده من الانجليش بسبب ان هي مش بتفهم الجرامر. عايزه اقول لكم ان الجرامر عند اهل اللغه اصلا مش حاجه واو والحاجه المهمه اللي انتوا بتعقدوا الدنيا عشانها، لا، احنا المهم عندنا ان احنا نتعلم النطق. الجرامر بيجي بالتدريب كل يوم، وانا بنطق اصلا بتعلم قاعده جديده كل يوم، وانا بقرا مثلا المقاله الفلانية النهاردة او الجريدة الفلانية النهاردة بتعلم جملة جديدة، بتعلم مقطع جديد وجواه قاعدة جرامر اصلا من غير ما انا احس. تمام كده اتفقنا؟ اتفقنا ان كفاية تسويف وكفاية كسل وكفاية احباط، ويلا عشان اثبت لكم ان كل مشاكلنا دي مجرد مبررات، لو احنا اقتنعنا فعلا ان هي مجرد مبررات واعذار مش هيكون في مشكلة موجودة عندنا. هقول لكم على حاجه اثبت علميا ان الكسل مجرد عاده مش اضطراب نفسي. كل الناس اللي فاكرين ان هم تعبانين نفسيا ومرضى نفسيين، انتم ما عندكمش اي حاجه، وكل الحكايه ان احنا عودنا نفسنا وعودنا جسمنا وعودنا عقلنا ان هو يكسل وان هو يفضل ثابت على حاله واحده. جدتي كانت بتقول تقاوي النوم نوم، تقاوي النوم نوم، يعني كل ما تنام اكتر كل ما هتعوز تنام اكتر، وتكسل اكتر كل ما انت مكسل تحفظ، مكسل تبدا، مكسل تتعلم، انت هتفضل مكسل لو انت اقنعت نفسك ان انت خلاص كده تمام كده. فكفايه بقى تسويف وكفايه كلام ملوش لازمه، لان احنا اقوى من كده. بص حواليك وشوف كام شخص مميز وكام شخص ناجح، وشوف كام شخص عادي. عارف ليه؟ لان ده عرف يكسر شماعة اعذاره ومبرراته، والشخص ده لسه ما يعرفش فين المشكلة. طيب انت مين فيهم؟ اقول لك انت مين. انا مؤمنة جدا ان انت جواك شخص ناجح ومميز جدا، انت جواك شخص ناجح، بس لو دورت عليه واشتغلت عليه فعلا، دور عليه جواك هتلاقيه. ما تنساش تكسر شماعة اعذارك ومبرراتك، واستمتع باللغة لان اللغة ممتعة جدا. استمتعوا.